علوي الصافي عندما استلم هذه المجلة ووضع الخطوط العريضة لها، فاجأنا كثيراً بالمحتوى العميق والتنوع من تاريخ إلى نقد إلى رواية إلى دراسات معمقة. وكانت فعلاً مجلة الفيصل كإصدار منافس لمجلة العربي التي كان يصدرها الدكتور أحمد زكي من الكويت. كانت المجلتان حقيقة قمة النضج، وكان تلهف الإنسان عليها كبيراً. وأيضاً من خلال مجلة الفيصل عدنا إلى روابطنا السابقة، وبدأت أيضاً بدعوة منه أكتب في مجلة الفيصل أيضاً، لأنه الكتاب والأقلام التي استطاع الأخ علوي استقطابهم كانت أقلام كبيرة وشهيرة وغنية عن التعريف، وكانت المجلة ملتقى حقيقة للفكر العربي حين لم تكن هناك أي مجلة أخرى. على نحو آخر كانت مجلة الأديب والأدب اللبنانية في نفس المسار، ولكن كانت تركز على الأدب والثقافة، بينما كانت مجلة الفيصل أكثر تنوعاً.